اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا كل الاشكاليات في الغربال وشفنا الرغبه في اصلاح الكره المصريه لان فعلا تستحق مكانه افضل بكتير. وما بين اتهامات وما بين شكاوى وما بين تطلعات، لان الحقيقه الكره تستحق احسن من كده بكتير جدا. وامتلاك مصر لهذه المواهب الفطريه المتميزه جدا كفيله انها تخليها في حته تانيه مختلفه. ده كان ابرز ما في الغربال، لكن يبقى الكثير بعظمة لسانه. اعلام ساعة لقلبك. الحقيقه الوضع الاعلام الرياضي جزء مهم جدا من المنظومه اللي احنا فيها. وما يخص النادي الاهلي، الناس كلها يا باشمهندس مش معنيه بما فيها اعلام المنافس الا بما يحدث في الاهلي وللاهلي ومع الاهلي. اعتراف واضح وصريح ان الاهلي هو البضاعه الرائجه بحكم الشعبيه الواسعه، وانه دي خلاص اتحسمت بقى. ده هم بيقولوا دلوقتي مش عايزين استفتاءات جماهيريه لان مش هنقدر عليها. ما حدش بقى يناقش خلاص موضوع مين اكتر شعبيه دي. وللاسف الشديد او الحمد لله ان هم باستمرار اللي بيثبتوا لنا ان الاهلي هو الاكثر شعبيه. زي ما قال لك نسوق لوحدنا فياتي الاهلي عشان يتصدر المشهد بتاع سوق الاعلانات. انت مع اللي بيحصل مؤكد الناس بتتقاول عليك، لانك لو يعني انا بسالك سؤال وانا سالته لكل الناس بتتكلم على الاهلي حتى القناه الفئويه، تعالوا نجرب احنا وانتم، ما حدش يجيب سيره التاني، مش هيقدروا. لان احنا كنا لوحدينا استاذ ابراهيم 8 سنوات او اكتر ما جبناش سيره كلمه الزمالك، ما طلعتش على لساننا 8 سنين. احنا دلوقتي للاسف احيانا بنضطر نرد على كلام بيتقال. لان انا عندي اللي اقوله، عندي تاريخي، عندي رموزي، عندي احداثي، عندي الاحداث اللي ممكن بطولاتي. انا بقول لك عندي احداثي، عندي الكلام اللي انا لما اجي ادي لك مثل عن قيمه ومبدا ادي لك 10 امثله في 10 عقود مختلفه. ازاي الدنيا متواصله كده؟ وازاي انا شخصيه النشاه بصمت على رموز النادي اللي بصمه على تاريخه اللي بصم على انه يبقى يتحول الى قيم وتقاليد مكبله وموجهه ومسيطره على اي حد يجي بعد كده في النادي الاهلي. ما عندوش رفاهيه ان يخرج بره الاطار ده، ما يقدرش يخرج بره الاطار ده، ما حدش يتحمله. يعني انت عندك جمعيه عموميه فاهمه كويس قوي يعني ايه النادي الاهلي، ولما جه ناس عملت كده وقالت يعني كانت كلمه غريبه جدا، واعتقد انها من الكلمات الفارقه وقت الانتخابات، لما تقالك يعني ايه قيم الاهلي من مسؤول كبير في النادي الاهلي في خطابه الرسمي الاخير، يعني ايه قيم النادي الاهلي؟ اللي عرفه حد قال له بقى قيم الخير والحب والجمال، اللي هي القيم المطلقه بتاعت الانسانيه يا جماعه. لا ده كلام قاله افلاطون ولا سقراط، حد يعني من دول. يا ده فنقتبسه عشان نقول ان النادي الاهلي ما عندوش قيمه الخاصه بيه من مسؤول كبير. فكانت النتيجه ايه؟ ان ما ينفعش نكمل بقى باللي ايه شايفين ان الاهلي له قيمه الخاصه. طيب الوضع الاعلامي الحالي الحقيقه عبر عن اندهاشه منه الكابتن سيد عبد الحفيظ بعد المباراه الاخيره للاهلي مع فاركو. نسمعه ونشوف هو سيد مغالي او مبالغ ولا لا. نشوف على المستوى الاعلامي في رجوع شديد قوي، مش عارف ليه يعني، حتى في الامور اللي هي ممكن تبقى امور تدعو للحيره والتساؤلات الشديده جدا، حتى على المستوى كاس العالم للانديه اللي احنا بنتكلم فيها اللي انت المفروض ما تشغلش بالك بيها قوي لان هي لسه فتره طويله، انت بتدي مساحه او الناس بتدي مساحه لناس تتكلم في احقيتها في المشاركه، وهم عارفين اللائحه والنظام. يعني انت بتتكلم على
على المشاركه في كاس العالم للانديه؟ يعني انت هتشارك بناء على بمزاجك ولا فرد الدراع ولا ايه؟ ده نظام زي مثلا يعني في افريقيا الاول والثاني بيروحوا مثلا يعني، وممكن الثاني ياخد البطوله ممكن، تمام ده نظام نفس الكلام يعني. لكن للاسف احنا هنا يعني ممكن الكلام ده يزعل الناس يعني، لكن هو ده الحقيقه. انت بتدي مساحه كبيره جدا للاعلام، الناس من الرجاء، لكن يعني في حال ان انت مثلا حتى الوداد في المغرب، هات لي ولا برنامج تلفزيوني في المغرب استضاف حد من الاهلي يدي رايه ولا يقول وجهه نظره. لكن احنا هنا في الاعلام المصري والمنظومه الاعلاميه في مصر لا، بندي مساحه ثانيه ونتكلم في حاجه خلصانه يعني. انا عارف ان ممكن تبقى في راي وراي اخر زي ما بيقولوا يعني، لكن مش في كل الحالات يعني. انت بتدي مساحه سلبيه جدا جدا جدا، ومش في وقتها ولا في مكانتها، وخصوصا لو مرتبطه بنص يعني. ولو ان القضيه دي ما كانتش قضيه من الاساس وقديمه وادمت والناس بتضحك على اللي اثرها، لان الحقيقه يعني هي كانت محاوله، انا قلت لك الغرض منها تقليب الجماهير هنا وهناك على بعضهم، وقضيه تثير شيء من الجدل، لان ما يعني ما هو انت عايز تعمل نفسك مش فاهم عشان تكسب مواقف، انت حر في نفسك. لكن لان في نفس اللحظه الناس كلها بتعرف انك مش فاهم، أو إنك فاهم وعامل نفسك مش فاهم. طيب أنا ليه بقول لكم ده إعلام ساعة على قلبك؟ بالذات لما يتعلق الأمر بلاعيبة كورة كبار، وهنا الكابتن جمال عبد الحميد. الكابتن جمال عبد الحميد يا جماعة كان كابتن مصر في كأس العالم. عارفين يعني إيه في كأس العالم؟ يعني أعلى مستوى تنافسي، والراجل على كتفه شارة كابتن منتخب مصر. فهو أولى الناس وأدراهم ان وقت المباراه ده وقت قانوني. لما الحكم يديك 5 دقائق وقت بديل، لو انت استهلكت منهم 2 الخمسه هتبقى 7، لو استهلكت 3 الخمسه هتبقى 8. بمعنى ان انت مش معنى ان انت عندك وقت ضايع او وقت بدل ضايع فمن حقك تستهلكه كله، ولما تيجي توصل عند ال5 دقائق بالظبط لازم ان الحكم يصفر ومحدش يبص. حتى في ماتشات كاس العالم كان بيضاف بال7 دقائق، تبص تلاقيها امتدت ل9. ليه؟ لان اللعب اتعطل لمده 2 في الوقت المضاف. المفروض ان ديت مسائل يدركها كل الولاد الصغيرين اللي بيلعبوا او بيتفرجوا على الكوره، مش كابتن منتخب مصر في كاس العالم. انا اربق بالواحد زي الكابتن جمال عبد الحميد يكون ده فهمه للامور، علشان الاهلي سجل بعد ثواني قليله من انتهاء الوقت المضاف اللي استهلك نصه. مش هنروح بعيد، نشوف الكابتن جمال عبد الحميد. في ملاحظتين بس بعد اذنك يا كابتن طارق. الملاحظه الاولى ان الحرس لابس احمر، وده عادي جدا، الحرس طول عمره بيلبس علم مصر احمر وابيض واسود. انما مدرب الحرس لابس كاب احمر، يعني اولا الدنيا مش شمس، الدنيا مش عارف ايه. وانا عارف ان احمد ايوب شعره حلو يعني، مش محتاج كاب احمر يعني عشان يبان الناس انا اهلاوي لو عملت حاجه. يعني الكاب ده ملوش اي لازمه يعني، مش فاهم كاب احمر ليه. اه ما هو كاب احمر ولابس ابيض في اسود، دول علم مصر. فدي ملاحظه. بعد اذنك يا طارق، احنا ما طلعناش في التايم عشان نتكلم على حكم ماتش الاهلي ولو في ثانيه بس. بعد اذنك اتفضل. الحكم ادى 6 دقائق لما يجي كورنر ويتلعب ما يصفرش لغايه ما الكورنر يخلص، انما يجي كورنر ويرجع لورا فهو اداك الفرصه ان انت تلعب في 30 ثانيه الكورنر دوت وانت ما لعبتوش رجعت لورا، يبقى لازم اصفر. طب ليه 36 ثانيه؟ ليه لعبت في الدقيقه 7؟ طب وبعد ما جه الجول ليه كملت دقيقه ونص تاني؟ مش انت مدي 6 دقائق بس؟ حسيت بالغلطه؟ فانا بقول له تروح بيتك ازاي وانت حاسس انت ظالم فريق فاركو. انا زعلان منك. مني انا طبعا. اه انت بتناقش الامور اكنه كلام بجد. لا دي ساعه لقلبك يا استاذ ابراهيم. انت بتقول له الوقت الضايع في الوقت، بتتكلم بجد؟ لا هو مش فاهم يعني. هو بيقول لكابتن عايز يبين انك اهلاوي وبتلبس كاب احمر، لا عايز يبين ان زملكاوي في التاري على الهيفا والهيفا، لان الحقيقه ما فيش مليانه خالص. ما بشوفش في المليانه. ايوب كل الماتشات لابس الكاب يا عمي. ايوب يلبس ايه ويقلع ايه؟
انت بتتكلم في ايه؟ ده كلام كله عشان انا بحب الزمالك وانا بكره الاهلي، بس ادي المؤدة. فيقعد يبص على حاجات. انا متاكد ان في ناس كتير جدا والله وزملكاوي بيبقوا قاعدين مكسوفين من الكلام ده. لانه لا يليق. زي ما انت بتقول كابتن منتخب مصر ولعب للاهلي ولعب للزمالك. طبعا تجربتك في الزمالك تستدعي انك تفرح بالزمالك حقك. وتحب الزمالك حقه. على راسنا. تعلف انما توصل بيك الامر تقول لي الكاب الاحمر وال طب ما انت بتعمل اسخن من كده. اللي انت بتقوله ده هي نوع من التزيد في الحب. ايوه يعني انت مزعلك يعني الكاب احمر. كاب احمر بس لما الفرقه تلعب عشان علم مصر يبقى تلعب الفانيلا الحمراء، لكن الكاب ده مش علم مصر، ده بتاع النادي الاهلي. طيب كلام تضييع وقت يا استاذ ابراهيم، ان احنا والله العظيم ناخده بجديه. خد بقى في قضيه الوقت، لانه قضيه وقت المباراه ده وقت قوي. اوعى تناقشها بجديه. اسمع اصل انت لو سالت هات اي واحد ماشي في الشارع هيقول الكلام ده، عيب انك تناقشه بجديه. طب اشوف الكابتن شوبير عمل ستوب ووتش لوقت المباراه، ما دمنا هنتكلم في الوقت القانوني للمباراه، لانه ان انا اصدق ان انت حسبت ست دقائق فمع الثانيه الستة لازم انا اصفر. كابتن شوبير حسب بالستوب ووتش الوقت اللي استهلك في الوقت البديل كام عشان اللي اضيفه، والهدف جه في الدقيقه كام بالظبط. نشوف احمد شوبير. بصوا يا جماعه، بص هنا انا عايز بس الحقيقه اوريكم من ساعه الوقت بدل الضيع. الفاول هنا في كان في الدقيقه 90 و50 ثانيه وكانت رفع الست دقائق. احسب معايا الوقت بس عشان في ناس تقول لك ايه اصل الوقت واصل الزياده واصل القصه. خلي بال حضرتك هتتلعب في الثانيه 33 ثانيه، 33 ثانيه و10 ثواني يبقى 43 ثانيه في اول دقيقه من الوقت بدل الضايع. مركز معايا حضرتك؟ يعني لسه الراجل الحكم بيقول يا هادي وعنده من الست دقائق 43 ثانيه ضاعوا. ده على فكرة هنا 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 في الوقت ده بيحتسب الوقت ده وقت بدل ضائع. ادي اول لعبة. لان جايب لك لعبة تانية. هنا طلعت في الدقيقة 93 وست ثواني. هنا الحكم راح له قبل ما يلعب لانه بيلعب كده خد 34 ثانية. الحكم اداله فيها انذار. بعد ما ضيع 40 ثانية. مع دقيقة، فأنت عندك دقيقة وأربعين ثانية من ست دقايق، دقيقة ونص يا عم، ما تزعلش مني. من ست دقايق. ركز بس معايا على الوقت لأنه مهم أوي. أنت النهاردة عندك كده حوالي دقيقة ونص، أدي الكورنر في الدقيقة كام بقى؟ لسه ما ضربتش 96. كده ضربت 96 بالظبط. عد الثواني معايا. خمس ثواني، ست ثواني، سبع ثواني. اللعب استؤنف تسع ثواني. خلي عينك على الساعة. اتلعبت في الثانية 17 الكرة جون، يعني هو الراجل 17 18 ثانية يا سيدي عشان ما بقاش ظلمك، 18 ثانية كانت الكرة جون. فلو طالع بيهاجم ليه؟ ما انت حضرتك تبقى تشوفها الأول بينالتي، كانت من بينالتي ولا كانت من جون؟ الوقت اللي اتلعب كان قد إيه؟ هل مثلا الراجل إدى ست دقايق والجون ده مثلا في الدقيقة التاسعة؟ او في الدقيقه العشرة او في الدقيقه الثامنه؟ ده بالعكس، ده بعدها لعب الوقت اللي كان ضايع، لان في وقت ضاع بقى في الهدف، في احتفال الاهلي بالهدف. الاهلي خلص احتفالات في الدقيقه 97، لعب كمان دقيقتين فوق. فارجوكوا يا جماعه عمليات التهييج واشعال الفتن دي ما تبقاش موجوده. انا حبيت اجيبها لك عشان تبقى الصوره واضحه قدام الناس كلها. هو ده احسن رد. يعني اصل خلي بالك، انا اخد الامور دي افكر فيها كالاتي. يا كابتن جمال، انت لسه متفرج على كاس العالم. وشفت الوقت المحتسب يحسبوه ازاي، وواضح ان دي تعليمات احسبوا الوقت الضايع كما يحدث. انت عارف كان بيحسبوها ازاي؟ وده اللي لازم كلاتنبرج يطبقه هنا عشان كل اللي زي كده يسكت. انت عارف عامل ايه الفيفا؟ لجنه الحكام محدده يا جماعه السبع اوقات اللي بتوقف فيهم اللعب ومسعراهم تقديريا. إحراز هدف والاحتفال به يستغرق دقيقة ونص. مراجعة الفار يستغرق دقيقة ونص. تبديل اللاعب نص دقيقة.
علاج لاعب في نص الملعب عشان يقوم في الملعب نص دقيقة، طرد لاعب عشان يخرج نص دقيقة، ومخليها الحكم الرابع حكم الفيديو، حكم الفيديو المساعد اللي في غرفة الكنترول يحسب الحالات، الفريق ده غير كم مرة، اتسجل كم هدف ويحسبها، يجي في نهاية الشوط يروح قايل للحكم عندك 12 دقيقة وقت ضايع، عندك 15 دقيقة وقت ضايع. أنا أظن بناء على الحالات الفعلية اللي تمت في الملعب. أنا أظن إن الكابتن جمال شاف كأس العالم، أظن الكابتن جمال لازم يكون عارف ده راجل لعيب كبير، إن الدنيا ماشية إزاي، أظن إن الكابتن جمال كان أراد فقط إنه يسخف وفوز الأهلي، أو إنه كالعادة يخلق جدل على أي مكسب للنادي الأهلي. وهذا هو الأمر. طيب حتى أنا بس يعني فضل. ليه بقى؟ هو كابتن جمال أنت قبليها بماتشين، ماتش البنك الأهلي الزمالك جابوا الجون والحكم صفر، ما اداش نص دقيقة بعديه. يعني تين مع الصفار على الأقل ده حسب دقيقتين كان ممكن طب أنت عارف يحصل تعادل فيهم. أنت عارف